الرياضة خلينا نقول والتوعية جزء أساسي من اهتمامات وزارة الشباب والرياضة. خلينا نقول أن الخبر اللي جاي ده عن بناء الشخصية المصرية، ناقش هنا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سبل إطلاق مبادرة بناء الشخصية المصرية. أكد وزير الشباب هنا ضرورة العمل التكاملي بين الوزارات المختلفة لتحقيق الهدف المرجو من المبادرة ده، طبقا طبعا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. صرح أيضا وزير الشباب والرياضة بأنه طبقا لآخر الإحصائيات وصل عدد الشباب المشترك ببرنامج وأنشطة الوزارة ل 17 مليون مشترك في 260 برنامج ومشروع. أعتقد ده كريم رقم محترم جدا يعني. أكيد أكيد.